وفي العقبة، أول المحافظات تأثراً بالمنخفض الجوي، أغلقت شواطئ المدينة الساحلية وتم إيقاف الحركة الملاحية والجوية، حيث وصل ارتفاع موج البحر إلى أكثر من 4 أمتار، فيما تسببت الرياح النشطة باقتلاع أشجار. نتابع. شواطئ العقبة التي كانت تكتظ بمئات الزوار كل نهاية أسبوع بدأت اليوم خالية تماماً بفعل حالة عدم الاستقرار الجوي نتيجة ارتفاع منسوب الموج والرياح العاتية. بناشد أصحاب القرار المسؤولين في العقبة يسمحوا لجميع القوارب اللي خلفي هذه تخش داخل حوض الميناء، لأن حوض الميناء آمن. إذا ظل الوضع زي هيك والله ما يظل ولا قارب إلا يفلت ويتكسر، لأنه هاي الريح ما مرت علينا من سنين. اليوم بتمر علينا حالة جوية جدا سيئة للأسف، يعني زي ما انت شفت اليوم البحر متقلب وكان المواج عالية جدا، وهاي من عشرات السنين ما تمرت على العقبة، ولا يعني إشي بالنسبة لنا جدا غريب. الحركة الملاحية البحرية في خليج العقبة توقفت بالكامل بحسب محافظ العقبة الذي دعا المواطنين إلى الابتعاد عن الشواطئ حفاظا على سلامتهم. العقبة من ساعات الصباح بنعمل احنا كافة الكوادر الدفاع المدني الأمن العام سلطة الإقليم على إخلاء الشاطئ من إخواننا المتنزهين والمتواجدين يعني في هذه الساعات الصباحية الباكرة، حيث تفاجأنا. احنا كنا راصدين هذا من خلال دائرة الأرصاد الجوية أنه ستتعرض العقبة حتى في ساعات الصباح الباكر من هذا من يوم الجمعة لموجة غير اعتيادية، خاصة سرعة الرياح وارتفاع أمواج البحر. هذا كان لدينا خطة عمل ورفعنا الجاهزية من أيام سابقة ومن ساعات الصباح. أنا شخصيا أتابع معي كافة الشركاء الدفاع المدني سلطة الإقليم الأشغال والمؤسسات التي تعمل على تأمين حياة ومرافق وممتلكات المواطنين. ارتفاع أمواج البحر لم تشهده المدينة السياحية منذ أكثر من 30 عاما، أما الرياح القوية أدت إلى اقتلاع عدد من الأشجار داخل المدينة وعملت على إغلاق بعض الطرقات وأحدثت أضرارا في المباني والممتلكات دون تسجيل أي إصابات بشرية. كوادر الدفاع المدني عملت على إنقاذ 12 شخصاً ضربتهم الأمواج العالية التي زاد ارتفاعها عن 4 أمتار، حيث أصيب غطاسو الدفاع المدني بإصابات طفيفة. أما إدارة مطار الملك حسين الدولي وعلى إثر المنخفض الجوي السائد وتدني مدى الرؤية الأفقية، فقد قررت تحويل 4 رحلات جوية إلى مطار الملكة علياء الدولي.